فورمه الساحه، سؤال بيجي في كل دماغ، يعني سؤال بيجي عند معظم الناس، ودايما بيكون الشغف الرئيسي لما بنلبس تيشيرتات نص كم او نطلع لبس صيف نلاقيه وسع علينا. فالحل في الموضوع ده هو انك تظبط اكلك، مش بس تلعب رياضه، لان الناس بتتلخبط بين القصتين. ان انا اروح العب رياضه واشترك في جيم مجرد ما ينزل عرض، ده اكبر غلط ممكن اعمله طالما انا اصلا مش هظبط اكلي. قبل ما افكر انزل الجيم محتاج حاجه واحده مهمه جدا، اشوف نظام غذائي مناسب ليا وفي عدد سعرات حراريه مناسب لنشاطي الحركي ومتكامل العناصر الغذائيه، زائد ان انا انزل الجيم لو هنزل يوم او هلعب في البيت يوم واحد او يومين او ثلاثه، او هنزل في الجيم العب من 3 لـ6 ايام، ما عنديش اي مشكله خالص. الفكره كلها رقم واحد في التغذيه. طب ايه نوع التغذيه اللي ممكن نمشي عليه في الفتره دي يا كوتش؟ اول حاجه تستغنى عن كل الفاست فود اللي انت بتاكله طول الوقت، والعيش والمعجنات والحاجات اللي فيها دقيق وخميره وحاجات كتير. طيب نخلي اكلنا هيلثي، نبعد عن الحاجات اللي مسبكه، الحاجات اللي فيها زيوت، الحاجات اللي فيها سمنه، نبدل الاكل بتاعنا باكل صحي، مثلا زيت زيتون، نستخدم سمنه بلدي، منتجات بقى الالبان والحاجات دي كلها يكون خالي الدسم، نبدا نهتم شويه بتمارين الحركه اللي هي الكارديو في الجيم، سواء مشايه او عجله او جري او سايكل، لو انت عندك عجله تمشي بيها ده هيخلي معدل الحرق شغال عندك بكفاءه كويسه جدا. ولانك مظبط اكلك وما بتدخلش كميه اكل فيها دهون، فطبيعي جدا ان جسمك هيبدا ياخد من مصدر الدهون اللي موجود فيه كمصدر طاقة أولي عشان يمد بالنشاط الحركي. فهنا أنت بدأت تخسر دهون بشكل كويس جدا، وبدأت أنك ترفع عن طريق الرياضة معدلة اللياقة البدنية، ولأنك بتلعب تمارين مقاومة أو تمارين حديد، ده بيخلي العضلات تزيد بشكل كويس أو يحصل لها تهتك الأنسجة العضلية، ويجي دور التغذية بعد كده علشان تعمل ريكفري، فتلاقي جسمك اتشد أو جسمك اتشد ونزل، وبدأنا ننزل نسبة دهون بشكل كويس جدا بدون ما نستخدم أي حاجة في الدنيا. علشان تخس مهما كان وزنك ومهما كان هدفك، لازم عشان تظبط شكل جسمك يكون عندك حاجتين مهمين جدا، رقم واحد التغذية، رقم اتنين التمارين. والتغذية تكون مناسبة للتمارين كويس جدا عشان تخدم عليها بالعناصر الغذائية اللي جسمك محتاجها، عشان ما يحصلش مضاعفات زي بقى تساقط الشعر، تكسير الضوافر، شحب لون البشرة، او انك تحس انك هبطان، ما عندكش رغبة في النشاط الحركي. كل الحاجات دي بتكون نتيجة انك انت بتيجي وتقوم قاطع الاكل كله على اساس انك هتخس بسرعة، بالعكس جسمك هيطلع بديفوات وشكل جسمك مش مظبوط، وهتحس ان انت ما قدرتش تكمل في اللي انت بتعمله ده لانه هيبقى صعب عليك جدا. فعشان كده لو عايزين نعمل فورمة الساحل، رقم واحد نظبط اكلنا، رقم اتنين نتمرن وننام كويس، وندخل الصيف ان شاء الله عاملين شكل جسم كويس جدا. نشوفكم على خير.